صباح الخير على مشاهدي اليوم السابع. كاميرا اليوم السابع موجودة على كورنيش اسكندرية بعد صلاة عيد الفطر المبارك. يعني زي ما احنا شايفين عدد كبير من المواطنين متواجدين على الكورنيش بعد أداء صلاة عيد الفطر في أماكن مختلفة في محافظة اسكندرية. احنا موجودين تحديدا في منطقة محطة الرمل، يعني مشاهدة توافد عدد كبير من المصلين على مسجد القائد إبراهيم في محافظة اسكندرية. تقريبا المئات من المواطنين كانوا متواجدين لأداء صلاة عيد الفطر في ساحة مسجد القائد إبراهيم، وعقب صلاة العيد يعني تواجد المواطنين على الكورنيش زي ما احنا شايفين، يعني مظاهر بهجة، التقاط الصور التذكارية ومظاهر بهجة بالبالونات على كورنيش عروس البحر المتوسط. عدد كبير من المواطنين متواجدين. احنا متواجدين في منطقة محطة الرمل بوسط محافظة اسكندرية، أسر وعائلات وشباب متواجدين على الكورنيش للاستمتاع بأجواء العيد في أولى أيام عيد الفطر المبارك. يعني عن حالة الطقس، في شبورة مائية فوق سطح البحر، يعني زي ما احنا شايفين في شبورة مائية بسيطة بتظهر على فوق سطح البحر حاليا، وفي انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ولكن خبراء الأرصاد الجوية أكدوا أن أولى أيام عيد الفطر المبارك سيشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، لكن هذه الأجواء بسبب أن احنا في الساعات الأولى من الصباح. زي ما احنا شايفين يعني عدد كبير من الأسر والعائلات تناول الآيس كريم والأجواء البهجة والبالونات موجودة على الكورنيش. هذه الأجواء بعد صلاة عيد الفطر المبارك، أجواء مميزة على كورنيش محافظة اسكندرية حاليا. كان في 37 ساحة مخصصة لصلاة العيد في محافظة اسكندرية خصصتها وزارة الأوقاف على جميع أنحاء محافظة اسكندرية، ومنهم ساحة مسجد القائد إبراهيم في وسط المحافظة، من أكبر الساحات اللي بيقبل عليها عدد كبير من المواطنين. يعني كان هناك بث مباشر لليوم السابع منذ قليل لأداء صلاة عيد الفطر في ساحة مسجد القائد إبراهيم. كان فيه الحقيقة عدد كبير من المواطنين، يعني من أكبر الساحات في محافظة اسكندرية هي ساحة مسجد القائد إبراهيم، بيتوافد عليها عدد كبير من المواطنين كل عام. مظاهر بهجة مختلفة في عروس البحر المتوسط في الساعات الأولى من الصباح في أولى أيام عيد الفطر المبارك. يعني في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إلا أن عدد كبير من المواطنين بيستمتع بحالة الطقس وتواجد على الكورنيش. التقاط الصور التذكارية والاستمتاع بتناول المثلجات على الكورنيش. زي ما احنا شايفين عدد من الشباب والأطفال بيلتقطوا الصور التذكارية على كورنيش محافظة اسكندرية. مظاهر وأجواء مختلفة في عروس البحر المتوسط في أولى أيام عيد الفطر المبارك. أسر وعائلات وشباب متواجدين على الكورنيش منذ الصباح بعد صلاة عيد الفطر المبارك. هذه الأجواء ليس فقط في وسط المدينة في منطقة محطة الرمل فقط، ولكن على كافة أنحاء كورنيش اسكندرية بدءا من منطقة المندرة والعصفرة حتى الأنفوشي وبحري. أجواء على كورنيش عروس البحر المتوسط. نذكر المواطنين أن حالة الطقس حاليا في محافظة اسكندرية هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وشبورة مائية فوق سطح البحر، يعني نراها حاليا، ولكن الشبورة لا تؤثر على حركة المرور وحركة السيارات. الشبورة تظهر فقط فوق سطح البحر، تختفي تدريجيا مع سطوع الشمس. والأجواء حاليا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن اليوم أولى أيام عيد الفطر المبارك سيشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في محافظات الصعيد، وأيضا محافظة الأسكندرية ستتأثر بهذه الأجواء، ولكن حاليا يعني في الساعات الأولى من الصباح يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ترتفع درجة الحرارة تدريجيا خلال الساعات القادمة.
مشاهدينا، كانت هذه تغطية لحالة الطقس والأجواء في محافظة اسكندرية وتحديدا من كورنيش محافظة اسكندرية عروس البحر المتوسط عقب صلاة عيد الفطر المبارك. بشكركم شكرا جزيلا وأترككم الآن مع الصورة.